كره القفز الاولى في المباراه، عمر طارق وبياخدها تبقى الحيازه النادي الاتحاد. مؤمن دوجا بدايه، النادي الاهلي بدا كده دفاع منطقه 2 3 بيفاجئ بيه احمد مرعي، كابتن اشرف توفيق، مارف الهارس، شوشه، رامي، دوجا، شوشه، والثلاثيه الاولى من شوشه، سياره ما تجيش، لكن رامي يرجعها له تاني وهو داخل بيرتكب مالك ياسر الفتوح خطا ضد يوسف شوشه، بيحتسبوا الحكمنا محمود ابراهيم من الحكام الممتازين جدا جدا، الكابتن محمود ابراهيم هادي وبسمته جميله وصفارته هاديه وحكم جيد جدا. عاود لصالح نادي الاتحاد، دوجا، مؤمن، مارفل هارس، زون ديفنس بيفاجئ بيه كابتن اشرف توفيق، ادي رامي ابراهيم ميديم شوت كده بيسجل رامي ابراهيم اول نقطتين، برافو يا رامي. ابو النصر لمودي الجرحي اللي ضغط عليه مؤمن دوجا، مؤمن مبارك اخو ياسر مبارك مساعد المدرب، مالك ابو الفتوح، طبعا النادي الاهلي هيتاثر جدا بغياب اليكس يانج مفتاح رئيسي من مفاتيح الهجوم في النادي الاهلي، عمرو الجندي سبع صانع على الهجمه، ابو النصر، مودي، اربع ثواني تتقطع الكوره وادي فاول على عمر طارق، الاسبور فاول بيحتسبه الكابتن وائل ابراهيم على عمر طارق لصالح مؤمن دوجا. زي ما قلت لكم حكام اللقاء اللي معاه الكوره ده الكابتن وائل ابراهيم والكابتن محمود ابراهيم والكابتن احمد الجزار. مارفل هارس، مارفل، علي، يوسف شوشه، رامي ابراهيم، شوشه تتقطع من ابراهيم النصر وتطلع على صعد صالح نادي الاتحاد من تحت سله النادي الاهلي. اوتسايد لصالح مارفل هارس من الاتحاد السكندري. النادي الاهلي لسه بيلعب دفاع منطقه 2 3. مارفل هارس، ياسر دوجا، مؤمن دوجا اسف، ياسر دخول مساعد المدرب برضه كان صانع العاب نادي الاتحاد. مارفل بيهاوش مالك وبيحطها حلوه قوي لعلي اللي بيسجل نقطتين، يبقى 4-0 صالح نادي الاتحاد السكندري. دقيقه ونص والنادي الاهلي ما سجلش. مود الجرحي، مالك ابو الفتوح، مالك ابو الفتوح، عمر طارق، مود الجرحي، ابو النصر، ابو النصر يدخلها لعمر طارق، عمر طارق وهو طالع بيحاول يحط دنك، لكن علي محمد يعوقه بخطا يستوجب رميتين حرتين، بيحتسب الكابتن احمد الجزار. عمر طارق رميتين حرتين، عمر طارق بيسجل رمي الحره الاولى. عمر طارق انتقل هذا الموسم في صفقه من العيار الثقيل هو وعمرو الجندي من نادي الجزيره في ضمن التدعيمات الكبيره اللي بيقدمها مجلس الاداره بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ومن اعلى توصيات اداره النشاط الرياضي برئاسه الكابتن رؤوف عبد القادر اللي ما بيخلش جهد ابدا على فرق النادي بانه الدعم. وادي يوسف شوشه بيسجل ثلاثيه ترفع النتيجه ل 7-2. مود الجرحي، الجرحي لمالك ابو الفتوح، للجندي، الجندي بيتعمل هيت راب لمالك، ثلاثيه من مالك قصيره ما يجيبهاش ولا يهمك، يلمها دوجا، دوجا، شوشه لرامي ابراهيم تحت الباسكت، ايزي باسكت، 9-2 بدايه ولا اروع من الاتحاد السكندري. لسه فريق النادي الاهلي ما دخلش في المباراه. الجرحي، مالك ابو الفتوح بيستنى اللعب، الجرحي، الجرحي طلعها لابو النصر، ثلاثيه من ابو النصر ما بتجيش، يلمها مارفل هارس، باصه وحشه ما يعرفش يستلمها رامي ابراهيم، ترجع الحيازه تاني مره تاني للنادي الاهلي. تبديل، الحمد لله على السلامه يا ايهاب يا امين، ايهاب امين بيرجع للمباراه وبيطلع مالك ابو الفتوح كده، الجندي هيبقى عمرو الجندي هيلعب بوزيشن 4. ايهاب امين كان تعرض لكسر في انفه اثناء بطوله افريقيا، تصفيات بطوله افريقيا في تونس من حوالي شهر، ودي اول مره ينزل بيلعب بواقي او بماسك كده عشان يقي مناخيره. منال التوفيق، ايهاب امين، الجرحي ثلاثيه ما بيجيش، يلمها شوشه، شوشه، برافو يا شوشه، بيخترق
وبيطلعها لكن ابو النصر بيقطعها منه وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد السكندري. فات 3 دقايق وتسع ثواني، 9-2 لصالح نادي الاتحاد السكندري. شوشه مارفل علي محمد، علي بيخش طلعها لدوجا، دوجا بيخش وبيرميها اي حاجه كده، يلمها عمر طارق لهاب امين، ايهاب امين بيقف ويشوط ثلاثيه. حمد الله على السلامه يا ايهاب يا امين، بيفرق كتير مع الفرقه الولد ده، عقليه مختلفه، قاعد في امريكا 4 سنين. وادي ابو النصر كمان بيقطعها صحوه للنادي الاهلي، ولما عمود الجرح ويسجل 9-7، 5 نقاط متتاليه لصالح النادي الاهلي في صحوه بداها ايهاب امين، رجع النادي الاهلي للمباراه 9-7. شوشه رامي ابراهيم، علي لرامي، سهله خالص بسهوله، بيضربوا دفاع الزون ديفنس او دفاع المنطقه 11-7. الجندي الجندي ايهاب امين، ايهاب امين بيند عمر طارق يعمل له ستار، عمر طارق مودي حلو قوي من ابو النصر، في فاول بس الحكم ما صفروش، لكن بيلمها تاني عمر طارق، عمر طارق طالع بيحط دنك بيتضرب ما تحسبش حكم، يلمها تاني وسجل، برافو يا عمر 11-9. ايوه كده عايزين نستمتع من ناحيتين. وادي رامي ابراهيم ما بيجيبهاش، لكن علي ابراهيم في الاوفنسيف ريباون بيعمل فاول ضد عمرو الجندي، خطا لصالح النادي الاهلي. وادي اول تغيير للاتحاد السكندري، احمد بيبو نزل مكان علي عشان يمسك طارق عمر طارق. النادي الاتحاد السكندري بيلعب دفاع مان تو مان، ضغط من اول ملعب، ايهاب امين لسه كرة في الملعب اتخبطت في الحكم، بيبقى في الملعب ايهاب امين من عمرو الجندي، مود الجرحي فاضي على الثلاثه سياره، لكن ابو النصر حاول ما ياخدها منه يوسف شوشه، هارس 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 خطا على مود الجرحي، بيحتسب الكابتن محمود ابراهيم. فاضل 5 دقايق على الربع الاول 11-9 لصالح النادي الاهلي. مارفل هارس، دوجا مؤمن، دوجا رامي بيبو، مارفل بيخش يديها لرامي لبيبو، بيشوط بثلاثه لكن صافره ال 24 ثانيه قبل الشوطه، وفعلا فعلا الصفاره قبل الشوطه ما بتتحسبش. وادي تغيير نازل مصطفى عصام، طبعا الف سلامه لاحمد عادل صانع الالعاب نادي الاتحاد، ان شاء الله يرجع بالسلامه. ابو النصر وادي عمر طارق بيلف، لكن هو بيلف بيدوس على خط النهائي، يبقى اوت سايد لصالح نادي الاتحاد السكندري، اوت للاتحاد. مصطفى عصام، هارس، مارفل هارس، النادي الاهلي لسه بيلعب دفاع منطقه، رامي ابراهيم، رامي ابراهيم لهاب بيبو، لبيبو وادي يوسف شوشه بيخش، لكن وائل ابراهيم بيحتسب خطا ضد عمر طارق، ده الخطا الشخصي الثاني على عمر طارق، طبعا بسرعه فاول ترابل بيشده الكابتن اشرف توفيق اللي صاحي كده الفاولات فريقه، وبينزل مكانه سيف سمير. اوت سايد لصالح نادي الاتحاد السكندري، ده الخطا الرابع على النادي الاهلي، اي خطا بعد كده هيتشاط على النادي الاهلي. نادي الاتحاد السكندري عامل خطأين فقط. وعلي ابراهيم الحكم الدولي بيطمن على اللعيبه، ومحمود ابراهيم بيدخل الكره ليه. مصطفى عصام، شوشه شوشه، هيثم كمال اللي نزل بدل رامي بيشوطها لكن ما فيش ريباوند من النادي الاهلي. وادي مارفل هارس ثلاثيه كمان، واخيرا في ريباوند من ايهاب امين، ايهاب امين لعمرو الجندي، الجندي الجندي امين ثلاثيه معاه ديفنس ايهاب، لكن بيسجل ايهاب، ايهاب امين ويلكم باك يا ايهاب، راجع مشتاق للباسكت، راجع مشتاق للباسكت، ثلاثيه ايهاب امين
يبقى اول مره تقدم الاتحاد السكندري 12 11. شوشه، عصام، مصطفى، مصطفى عصام، هيثم كمال، بيبو ثنائيه بيشوطها ما بيجيبهاش. ايهاب امين بيلمها، برافو عليك يا ايهاب، عامل فارق في الفريق. ايهاب، ايهاب امين، الجرحي فاضي، يلا يا جرحي، سياره برضو ما بتجيش. لسه بدري على التوتر ده يا اولاد، لسه بدري. نهدى، مارفل طلعها لمصطفى عصام، بيخترق احمد بيبو، بيسجل 13 12 لصالح النادي الاتحاد السكندري. مباراه شيقه وممتعه، ثلاث دقائق على الربع الاولاني. مودي الجرحي، مودي الجرحي، مارفن الهاريس بيرتكب خطا ضده، اعتقد دي فيها شوتين يا كابتن محمود، كان طالع على الباسكت، لا حسبها ان هي في الدريبل. مودي الجرحي بيقول له فعلا انا بشوت، انا شايفها فعلا بيشوت، انا شايفها ان هو طالع بيشوت فعلا، بس معلش خلاص كابتن محمود هو اقدر مننا، بيقول ان هو بيبصيها. تغيير، طالع مودي الجرحي ونازل حاتم البحيري. كويس يا مودي، برافو. عمرو الجندي، سيف سمير، بحيري، هبة مين، هبة مين، الجندي طبعا في ميس ماتش هنا، بيلف بيهم، طلعها للبحيري طبعا. 24 ثانية تأخروا في لعب الكورة، زي ما اتحسب 24 ثانية على نادي الاتحاد السكندري، اتحسب 24 ثانية على النادي الأهلي. دفاعات جيدة من فريق نادي الاتحاد السكندري. ميدو، مصطفى عصام، لسه النادي الأهلي بيلعب دفاع منطقة. مصطفى عصام، هيثم كمال، هيثم كمال اللي بيبو بيطلع له تاني. ميدو، مصطفى عصام، شوشه بياخدها من بعيد، شوشه ما بيجيبهاش، يلمها سيف لإيهاب امين، إيهاب امين، سيف سمير لإيهاب، بحيري نقل الكوره كتير على جاته خلخله، ابو النصر، ابو النصر للجندي، سبع ثواني على الهجمه، اربعه لازم تتشاط، وبيشوط ابو النصر ما بيجيبهاش، تخش وتخرج يلمها هيثم كمال، هيثم كمال بيقطع منه ابو النصر، وعمرو الجندي، ابو النصر بيهوش وبيخش وبيسجل، برافو يا ابو النصر. يتقدم الاهلي 14 13، دقيقة ونص على نهاية الفترة الأولى. ميدو، شوشة، مصطفى عصام، هيثم كمال، هيثم، بيبو بيقف وبيشوط ميديم شوت، برافو يا بيبو. 15 14 دقيقة و10 ثواني على نهاية الربع الأول. مباراة متكافئة حتى الآن. إيهاب أمين، الجندي، الجندي للبحيري، وهو بيعدي مصطفى عصام، خطأ ضده، ده لسه الفاول الرابع، مفيش شوت. دي على نهاية الربع الأول. أوت سايد لصالح النادي الأهلي، 14 ثانية جديدة. تغيير، دوجا مكان مصطفى عصام، مؤمن كابتن مرعي طبعا استراتيجيته على طول التبديل بسرعه، بس النهارده خف الاستراتيجيه دي كويس شويه. بحيري، سيف سمير، ايهاب امين، ايهاب امين، ابو النصر، ثلاثيه من ابو النصر، ابو النصر، يا سلام عليك يا ابو النصر. بقول طول عمري على اللعيب ده انه لعيب الجندي المجهول، بيعمل كل حاجه كويسه في الباسكت ومش واخد حقه. برافو يا محمد ابو النصر. 17 15 للاهلي. شوشه، ميدو لشوشه، بيخترق وبيطلع لك الوحشه، يتعب النصر. 28 ثانيه على نهايه الربع الاول. عمرو الجندي، ايهاب امين، وحشه ما بيجيبهاش. ميدو، ميدو، محمد طه، هيثم، يوسف شوشه، ميدو، هيثم كمال، 10 ثواني على نهاية الربع،
ميدو ميدو دوكا يقف ويشوط وحشه ثانيه وهكذا ينتهي الربع الاول بتقدم النادي الاهلي 17-15. نادي الاتحاد السكندري في ربع جيد جدا في باسكت بول جيد. نادي الاتحاد السكندري فرض سيطرته في اول 4 دقائق وبعد كده عاد النادي الاهلي للمباراه من جديد. دقيقه راحه ونعود لكم والربع الثاني. مره ثانيه مشاهدي ومشاهدات قناه النادي الاهلي العزيزه من صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره، واللقاء الممتع المثير بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في نهايه الدور الاول من المرحله الترتيبيه لدوري السوبر المصري. انتهى الربع الاول بتقدم النادي الاهلي 17-15. كان ربع ممتع، تبادل الفريقان. نادي الاتحاد السكندري فرض سيطرته في الاول وكان فايز 9-2، ثم عاد النادي الاهلي للقاء وتقدم وتبادل التقدم حتى انتهى الربع ب 17-15 لصالح النادي الاهلي. خماسي النادي الاهلي محمد ابو النصر اللي معاه الكوره، الحاتم البحيري، سيف سمير، ايهاب امين، وعمرو الجندي. خماسي الاتحاد السكندري يوسف شوشه، محمد ميدو، هيثم كمال، مؤمن دوجا، واحمد بيبو. حاتم البحيري، حاتم البحيري بيطلعها حلو قوي لعمرو الجندي، دايس على الخط بيشوط ما بيسجلهاش، ياخدها بيبو مع سيف سمير، بيحتسب جان بول. المفروض الحازه للنادي الاهلي، المفروض الحازه للنادي الاهلي، لا صح الحازه للاتحاد السكندري لان لسه النادي الاهلي مدخل الكوره، انا اسف. هذا النادي الاتحاد السكندري. بيبو دوجا شوشه شوشه شوشه، ده ابن زميلنا الكبير وائل شوشه، ابوه كان لعيب باسكت جاي جدا في نادي سبورتنج. ايهاب بيشوط ما بيجيبهاش، لكن ترجع تاني ليوسف شوشه. ميدو ايهاب امين بيدافع بطريقه كويسه وتطلع الكره اوت لصالح نادي الاتحاد السكندري. 10 ثواني على الهجمه. اشرف توفيق بيصحيهم ويزعق فيهم في الديفنس، بيقول لهم احنا غيرنا بنلعب مان تو مان دلوقتي، ما بنلعبش زون ديفنس. مارفل هاريس بينزل مكان شوشه اللي اول تغييره ليه. بيبو النادي الاهلي رجع ماتش اب زون ديفنس، مارفل هاريس بيحطها لهيثم كمال، شوطها اي حاجه كده يشيلها سيف سمير، لكن بيبو بياخدها بتاعت الباسكت. برافو يا احمد يا بيبو، طويل ما شاء الله، لعيب صغير في السن لكن لعيب جامد جدا ما شاء الله. خد فتره احتراف كده في اسبانيا وهو صغير ورجع نادي الاتحاد السكندري، هو اصلا من نادي الجزيره. عمرو الجندي 17-17. البحيري بيحاول يخش لكن معاه بيبو بيدافع عليه بطريقه جيده جدا ويطلع بيها اوت سايد. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 10 ثواني على نهايه الهجمه. الجندي الجندي بيخترق. ايهاب امين بيهوش بيهوش، برافو ايهاب، وهو طالع مارفل هاريس بيرتكب ضده خطا، اعتقد المره دي شوطين بقى. فعلا احمد الجزار حكمنا الموهوب الصاعد الوايد بيعتبر خطا، وائل ابراهيم بيعمل له كوريكشن. وائل ابراهيم هو الحكم الاول لكن ماشي، وائل ابراهيم اصر ان هي اوت سايد، هو الحكم الاول من حقه. تغيير، خرج ابو النصر النجم الكبير ونزل احمد مهيب. احمد مهيب مر فتره الاصابه الموسم دوت، لسه راجع بقى له ماتش واحد، ربنا يوفقه ان شاء الله. وادي سيف بيتحرك تحرك جميل جدا، برافو يا سيف يا سمير، وبيسجل نقطتين. بيرجع تاني النادي الاهلي يتقدم 19-17. بيبو، هيثم كمال، مارفل هاريس، مارفل هاريس، بيبو، مصطفى عصام، مارفل هاريس، مارفل هاريس، هيثم كمال لمارفل، لهيثم 3 ثواني، ثانيتين، خلاص خلاص 24 ثانية. شايف البنش بتاع النادي الاهلي النهارده حالته أحسن بكتير، حماس وده اللي مطلوب، بيشجعوا زمايلهم. 24 ثانية في لعب كرة السلة انك بتتحسب على الفريق الثاني 24 ثانية معناها ان انت بتدافع دفاع مجيد، وده اللي بيعلي الروح جدا في كرة السلة. ايهاب امين، ايهاب امين دلوقتي السمعه نزل، اسماعيل احمد
نجم مصر الاول في اول كره ليبيا يحتسب خطا ضده. سمعه، تاريخ طويل، اسطوره، حاجه كده نفخر بيها ونقولها للاعبين الناشئين. عايزين تبقى لعيب باسكت جيد ابقى زي اسماعيل احمد. الجندي، الجندي بيخترق وبيوصل وبيسجل. برافو برافو يا عمرو يا جندي. اول مره يتسع الفارق لاربع نقاط، 21-17 للنادي الاهلي. بيبو، مارفل، مصطفى عصار، مارفل هاريس بيهوش، بياخد شوطه ثنائيه بيسجلها ايزي. 21-19. عادل بحيري بيطلع الكره من تحت الباسكت. مهيب البحيري، الجندي، الجندي، الجندي بيحاول يدخلها لسمير لكن تتقطع. هاب هاب هاب، الارض لك يا هاب. معلش معلش، اوت سايد لصالح نادي الاتحاد السكندري. 21-19 وباقي 7 دقايق وربع على الربع الثاني. مارفل هاريس، مصطفى عصام، مصطفى عصام، ميدو، ثلاثية. ميدو بيتميز جدا مع محمد ميدو، محمد طه ميدو بالثلاثيات ويعادل النتائج. لا، يتقدم الاتحاد السكندري 22-21. إيهاب بيوصل وهو داخل، في خطأ بيتحسب ضد محمد ميدو، محمد طه، خطأ الشخص الأول عليه. رميتين لإيهاب أمين. إيهاب أمين رمي الحرة الأولى بيسجلها. بينادي على سيف يقول له خش اعمل ريباوند. سيف بيقول له لا انا بثق فيها هتجيبها. الرميه الحره الثانيه. إيهاب أمين بيسجلها، وطبعا هو بقاله كتير ما لعبش فالكابتن اشرف هيديله فترات كده. سجل 8 نقاط إيهاب أمين في الفتره اللي لعبها. برافو يا إيهاب، اعلى المسجلين في النادي الاهلي. 23-22 لصالح النادي الاهلي. طبعا هو راجع من اصابه ولابس ماسك، لسه مش متعود يلعب بالماسك ده. برافو يا إيهاب، بينزل مكانه محمد ابو النصر. طبعا في غياب لابراهيم الجمال وفي غياب لالكس يانج. ميدو، مصطفى، السمعه، ثلاثيه. سلام عليك يا سمعه. 25-23 لصالح نادي الاتحاد السكندري. البحيري، سيف سمير، مهيب، احمد مهيب للبحيري بيخترق، تقع من ايديه، يقطعها طه وبيهوش وبينطلق. سمعه لمارفل هاريس ريفرس سليب كده وبيسجل. 27-23 لصالح النادي الاتحاد. 6 دقايق على نهايه الربع الاول الثاني. عمرو الجندي، الجندي، بحيري، سيف سمير. برافو يا سيف، لكن بيحتسب خطا الماتش بالكره على سيف سمير. تغيير، رامي ابراهيم نزل وطلع بيبو. اسماعيل، مصطفى عصام، مارفل هاريس، مارفل هاريس، اسماعيل احمد، ثلاثية، سيارة، مهيب يلمها يديها لسيف لحاتم البحيري. بحيري، أحمد مهيب بيهوش وبيخترق. برافو عليك يا أحمد يا مهيب، هايل. أول فرصة ليه بيلعب، بيخش دخلة كويسة وبيسجل نقطتين. 27-25. ميدو، محمد طه بيغير اتجاهات وهو طالع. عمرو الجندي بيحتسب، بيرتكب خطأ ضده، يستوجب رميتين حرتين.
رميتين لصالح محمد مصطفى ميدو، محمد طه اسف ميدو، وده تغيير نازل معتز حسني وخارج سيف سمير. معتز لعيب حصل على خدماته النادي الاهلي في فتره العرض يناير او فتره قضية يناير. ميدو بيسجل الرمية الحرة الأولى. ميدو وبيسجل الرمية الحرة الثانية 29-25 لصالح الاتحاد السكندري. خمس دقائق على نهاية الفترة الثانية. بحيري، الجندي، أبو النصر، مهيب، سيارة مهيب معلش ما بتجيش لما السمعة، السمعة الميدو بيخش أي حاجة لكن إسماعيل بيخش يلمها. إسماعيل خمس نقاط تنزل نازل 31-25. أبو النصر لمهيب، أبو النصر بحيري، سبع ثواني على نهاية الهجمة. بحيري بيخش ما بيسجلش، يلمها مارفل هاريس لميدو، رامي ابراهيم خطأ على ابو النصر ولا على مهيب، على مهيب، على احمد مهيب. وادي تغيير ابن بيرجع تاني وبيطلع حاتم بحيري، بيطلع عمرو الجندي. النادي الاهلي بيلعب باربعه صغيرين دلوقتي. ما نشوف فكره كابتن اشرف توفيق. ميدو سمعه لكن بياخدها منه مهيب، مهيب لبريمة ابو النصر بيغير اتجاهاته. برافو عليك يا مهيب، من احسن لعيبه في مصر في الرشاقه وفي تغيير الاتجاهات. محمد ابو النصر بيسجل نقطتين، ده الفرق الاربع نقاط. السمعه رامي، السمعه واخد بحيري تحت الباسكت وبيلعب بيه ميس ماتش. يعني ايه ميس ماتش؟ يعني واحد طويل ماسكه واحد قصير فبياخده يلعب بيه تحت الباسكت بكل سهوله ويسجل اسماعيل نقطته السبعه. وادي ايهاب امين بيشوط ما يحاولش ما يلمهاش معتز. مارفل سمعه لو جت دي لازم تايم اوت اعتقد يا كابتن اشرف، ما جاتش. يلمها ابراهيم ابو النصر، محمد ابو النصر اسف للبحيري. ست نقاط للاتحاد السكندري، ثلاث دقائق على نهايه الربع الثاني. ابو النصر مستعجله شويه لكن برافو عليك. ايوه ابو النصر بيشجع نفسه. ابو النصر 10 نقاط اعلى المسجلين في المباراه، ما شاء الله عليك. 33-30 للاتحاد السكندري. سمعه واخد البحيري تحت يلعب بيه. وادي رامي ميديم ما بيجيبهاش لكن السمعه بكل سهوله بيلم الكوره. وادي ايهاب امين، الحكم حسب ان في زقه، فاول لصالح اسماعيل. وادي تغييرين في الاتحاد السكندري، خارج ميدو ونازل شوشه، وخارج اسماعيل ونازل هيثم كمال. أوصال صالح نادي الاتحاد السكندري. مصطفى عصام، هيثم كمال، شوشه، مارفل هارس. خمس ثواني على نهايه الهجمه. وادي هيثم ثلاثيه من بره بيسجل هيثم. 36-30 دقيقتين و10 15 ثانيه على نهايه الربع الثاني. ابو النصر لمعتز، معتز حسني، بحيري لابو النصر، بيشوط ابو النصر وخطأ يرتكب مصطفى عصام ضده. ثلاث رميات حرة لصالح ابو النصر. راجل يا ابو النصر، راجل. كل ما بذيع بقول اللعيب ده بيشبهني بعمرو السوليه في كرة القدم، لعيب بيعمل كل حاجه كده ما تحسش بيه في الملعب. وادي معتز خرج، حسني ونازل سيف سمير.
دقيقتين واربع ثواني على نهايه على الربع الثاني. ابو النصر بيسجل رمية الحرة الاولى، ما شاء الله عليك ابو النصر. الحكم بيوقف، عايز الملعب فيه ميه، فعايز طبعا من اهم اولويات الحكم سلامه اللاعبين. وفعلا بينزل عامل الصاله عمرو بينشف الميه. ابو النصر والرمية الحرة الثانيه، ارض لك يا ابو النصر. معلش معلش، خمس نقاط فارق للنادي الاتحاد السكندري. وعادي الثالثه ابو النصر بيسجلهاش. حسدتك ولا ايه يا ابو النصر؟ انا بقول ما شاء الله. رامي شوشه شوشه، النادي الاهلي رجع صوت فيس 2 3 عادي تاني. هيثم كمال شوشه، مارفل مارفل ثلاثيه ما بيجيبهاش، يلمها ابو النصر. ابو النصر لسيف بحيري فاضي خالص، ثلاثيه تخش وتخرج، لكن هبه مين بيحاول فيها، تروح لدوجا لشوشه، شوشه بيخترق. برافو يا يوسف يا شوشه، ما شاء الله عليك بيسجل. وفي الوقت ده كابتن اشرف توفيق بياخد التايم اوت الاول ليه، والنتيجه 38 للاتحاد 31 الاهلي، وباقي دقيقة و13 ثانية على نهاية الربع دوت. أسيبكم نسمع المدربين بتقول إيه ونرجع لكم بعد التايم أوت. ثانية واخر دقيقة و15 ثانية من الربع الثاني من المباراة الشيقة بين فريق النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في نهاية الدور الاول من المرحلة الترتيبية. والنتيجة حتى الان 38 الاتحاد السكندري 31 النادي الاهلي. اعلى فارق السكور حصل في الكوارتر الثاني، عشان كده بسرعه الكابتن اشرف توفيق بيطلب تايم اوت علشان يتدارك الاخطاء اللي بيقع فيها اللعيبه. وبتخش الكره لإيهاب امين، إيهاب امين للجندي، الجندي الجندي بيحاول يخش ويغير اتجاهاته، لكن في خطا على رامي ابراهيم فعلا. ده 200 حرتين لعمرو الجندي، ده 200 حرتين عشان ده الخطا الشخصي الخامس على نادي الاتحاد السكندري. طبعا اي فريق بيرتكب اربع اخطاء شخصيه في الربع بعد كده الفريق الثاني بيشوط اي فاول. ده 200 حرتين لصالح عمرو الجندي، فاضل دقيقة وثانيتين. تغيير خارج شوشة ونازل ميدو، الجندي بيسجل رمية الحرة الأولى. رفع عمرو الجندي رمية الحرة الثانية بيسجلها عمرو الجندي. برافو يا جندي. 38 33 55 ثانيه على نهايه الشوط الاول. مارفل هاريس بيغير اتجاهاته بيخترق،
وبيسجل كاونت 40-33. عمرو الجندي سيف سمير بيعمل له ستار لمهيب، بيهوش كويس قوي مهيب وبيخش، لكن باصه مقطوعه من مارفل هاريس. ايهاب امين بيدافع عليه كويس لكن بيسجل 42-33. الفرق زاد مع نهايه الفتره الثانيه. اشرف توفيق بيضطر ياخد التايم اوت الثاني بتاعه وفاضل 28 ثانيه. 42-33 لسان الاتحاد السكندري. نسمع اشرف توفيق ومرعي هيقولوا ايه لفريقهم ونرجع لكم. أعزائي المشاهدين، عودة لكم مرة تانية وآخر 28 ثانية من الشوط الأول لمباراة كرة السلة بين نادي الأهلي والنادي الاتحاد السكندري في نهاية الدور الترتيبي أو الدور الأول من المرحلة الترتيبية. 42 الاتحاد السكندري، 33 الأهلي، 28 ثانية على نهاية الربع الأول، الشوط الأول كله، الربع الثاني ده الشوط الأول. شايف مودي نزل مكان حاتم بحيري، مودي الجرحي يعمل آخر هجمة للنادي الأهلي. والدكتور أحمد عادل بيظبط الماسكة والقناع بتاع إيهاب أمين، بيستلم الكرة إيهاب أمين، ميدو بيدافع عليه راجل من أول الملعب، ميدو الجرحي، مودي الجرحي، ابو النصر ايهاب امين، بتعمل عليه تراب، برافو يا شوشه. شوشه فرعي بيشجع يوسف شوشه على التراب. 7 ثواني على نهايه الهجمه. الجندي وحشاوي بتروح لايهاب، لكن 24 ثانيه كانت خلصانه، حكم ما صفرش ثانية. وينتهي الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندري والأهلي، أو الأهلي والاتحاد السكندري، بفوز النادي الاتحاد السكندري 42 والنادي الأهلي 33. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة النادي الأهلي، مرة ثانية وبحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة. ومباراة كرة السلة، مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، وشوطها الثاني. انتهى الشوط الاول بتقدم نادي الاتحاد 42-33. الشوط الربع الاول كانت المباراه متكافئه، وكان الاهلي متقدم في نهايته بفارق باسكت. حتى منتصف الشوط الثاني كانت المباراه متكافئه. بدايه منتصف الثاني الشوط الربع الثاني بدا نادي الاتحاد يتقدم، وحصل تراجع في اداء النادي الاهلي. علشان كده حصل ان الفارق اللي حصل دوت مع نهايه الربع الثاني. ابرز المؤديين في فريق النادي الاهلي في الشوط الاول وابرز المسجلين كان محمد ابو النصر مسجل 11 نقطه، ايهاب امين مسجل 8 نقاط. الناحيه الثانيه ابرز المسجلين اسماعيل احمد ب7 نقاط، ومارفل هاريس ب 8 نقاط. زي ما قلت لكم ديت الدور الاول للمرحله الترتيبيه. يعني ايه المرحله الترتيبيه يا كابتن سيد؟ المرحله الترتيبيه دول في 8 فرق ب
بيلعبوا بعض دوري رايح جاي، وبعد نهايه الدوري دوت ال 14 مباراه بيتم ترتيب الفرق من الاول للثامن، عشان كده اسمها المرحله الترتيبيه. بعد المرحله الترتيبيه دي بيخش في المرحله الاقصائيه او البلاي اوف. ايه بقى هي المرحله الاقصائيه يا كابتن سيد؟ المرحله الاقصائيه ديت الاول بيلعب الثامن، والثاني بيلعب السابع، والثالث بيلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس. الفريقين بكل الترتيب اللي قلت لكم عليه ده بيلعبوا بعض خمس مباريات. الفريق اللي بيكسب ثلاث مباريات من خمسه بينتقل للمرحله اللي بعد كده، والفريق اللي بيهزم ثلاث مباريات بيتم اقصائه من البطوله او يلعب في الترتيب من الخامس للثامن. بعد كده من الاول للرابع برضو كل فرقتين بيلعبوا بعض خمس مباريات، اللي بيكسب ثلاث مباريات من خمسه يطلع للبطوله النهائيه للدور النهائي فرقتين، وبيقصى فرقتين، وبعد كده الفرقتين في الاخر بيلعبوا خمس مباريات على بطوله السوبر المصري. تشكيل النادي الاهلي مع بدايه الربع الثالث رجع تاني عمر طارق اللي ما لعبش كتير في الربع الاول علشان عامل فاول ترابل، عامل اتنين فاول بعد حوالي اربع دقايق. مودي الجرحي، محمد ابو النصر، ايهاب امين، وعمرو الجندي. تشكيل نادي اتحاد سكندري: مصطفى عصام، السومه اسماعيل احمد، يوسف شوشه، مارفل هاريس، واحمد عبد الوهاب بيبو. ايهاب امين، افكركم بالنتيجه 42-33 لصالح نادي اتحاد سكندري. ابو النصر بيحاول يدخل الكره توصل لعمر طارق فعلا، لكن احمد بيبو بيعمل له بلوك رائع. وادي ايهاب امين ثلاثيه سياره في الاخر توصل للنادي الاهلي. في اعتاب بين كابتن احمد اسماعيل احمد ومصطفى عصام، الاثنين خاطف الكره من بعض. وادي جمهور الاهلي بيشجع، يلعب راجل جوه الملعب. مودي، ابو النصر، ابو النصر بيحاول يلعب اسماعيل، بيعدي فعلا منه، برافو ابو النصر. بيرتكب اسماعيل احمد الخطا الفاول الثاني عليه. صح يا سمعه، انت عارف انه فاول، بس طبعا خبرات اسماعيل بيتعامل مع الحكم بابتسامه. في عقب رجله كده. جرحي، ابو النصر، ابو النصر بيقف وشوط ثلاثيه ما بيجيبهاش. احمد عبد الوهاب بيبو يلم ريباوند. صفى عصام لمارفل هاريس. شوشه، بيبو يقطع منه. هاب امين، هاب امين، هاب امين. المفروض ده خطا متعمد يا كابتن، بيحتسب وائل ابراهيم التعديل ان هو بيلعب على الكوره. هيشوف هيحسب ايه، خطا عادي برميتين حرتين. وائل ابراهيم بيقول انه خطا عادي برميتين حرتين. كابتن اشرف بيعترض ان ده خطا سلوك غير رياضي على اساس اللعيب منفرد بالسله، لكن كنا اتكلمنا مع كابتننا الكبير محمد شديد وقال ان في تعديلات في القانون ان دي محاوله لعب على الكوره غير العقد، ان واحد يكون راح فاست بريك من نص الملعب وحد يوقفه، لكن دي محاوله لعب على الكوره. ايهاب امين هارد لاك، كره تخش وتخرج. رمي الحوره الثانيه ايهاب امين. بيفتتح التسجيل للنادي الاهلي في الشوط الثاني 42-34. كابتن اشرف بيزعق فيهم ان احنا عايزين، برافو يا ايهاب، هارد لاك، بيطحها ويخش ويضيعها. معلش يا ايهاب. اسماعيل احمد، اسماعيل احمد، اسماعيل احمد، احمد بيبو وهو طالع. عمر طارق بيرتكب خطا ضده، ده الخطا الثالث، اكيد اشرف توفيق هيشده. فعلا الخطا الثالث على عمر طارق. عمر طارق سجل اربع نقاط بس في الفتره اللي لعبها وارتكب ثلاث اخطاء. احمد عبد الوهاب بيبو رميتين حرتين. بيسجل رمي الحره الاولى، برافو بيبو. احمد عبد الوهاب بيبو وبيسجل الثانيه،
يرفع النتيجه ل 44 34 فارق 10 نقاط في الدقيقه من الشوط الثالث. مود الجرحي للجندي بيخش. سلام عليك يا عمرو يا جندي. بتعمل سويتش معاه هبيب اطول منه بكتير جدا لكن بيخش ويسجل. اسماعيل شوشه دوجه عصام شوشه برافو يا ابي امين بيعمل ستيل هايل منه لابو النصر للجرحي ابو النصر الجندي بيخش ويقف ما تجيش بيبص الحكم بيقول له فاول. سمعه تاني شوشه مصطفى عصام ثلاثيه سياره لكن ما فيش باوند من النادي الاهلي. ترجع شوشه تاني ثلاثيه واخيرا بيلمها ابا مين ابو النصر لعمر طارق. سلام دانك من اللي بيعجب الجمهور ويشجع زمايله في الوقت دوت. الكابتن احمد مرعي بيطلب التايم اوت الاول بتاعه في الكوارتر الثالث والنتيجه 44 38 وفاضل 7 دقائق 49 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث. نسمع المدربين بيقولوا ايه ونرجع لكم مره ثانيه. وعوده تاني للمباراه بعد التايم اوت اللي طلبه الكابتن احمد مرعي المدرب القدير مدرب نادي الاتحاد السكندري في اول دقيقتين كده من الربع الثالث. التايم اوت دوت ذهب لان كل مدرب عنده في الربع الثالث والرابع ثلاثه تايم اوت. دلوقتي الكابتن احمد مرعي خد تايم اوت من وجهه نظري بدري شويه لكن طبعا هو اقدر لفرقته واعلم بيها. لسه السكور كان فارق 6 نقاط. النادي الاهلي معوض 4 نقاط من 10 44 38. نرجع المباراة. اسماعيل لدوجا مؤمن لاسماعيل شوشه اسماعيل احمد وحشه من اسماعيل قوي طعم مودي الجرحي ابو النصر الجندي فاضي سياره جندي معلش لكن عدت عمر لما ترسل اسماعيل برضه ما يجيبهاش الناحيه الثانيه ولما هبقى مين في شويه لعباكه كده في اللعب. مودي بيهدي ده الصح. مودي الجرحي الجندي ابو النصر عمر طارق هبقى مين تطلع لابو النصر شوف 24 ثانيه قطع ال 24 ثانية على النادي الاهلي ما لعبوش على 24 ثانية. الفرقتين كده بنى ثلاث اربع هجمات في توتر في الهجوم ما اعرفش ليه. وائل ابراهيم بيقول لإيهاب امين اديك تكنيكال فاول لو مثلت بيقول يعتبره مثل بيقول انا مخبوط. وادي كابتن سعد مصطفى بيتكلم مع وائل ابراهيم بيقول له هو مخبوط بيمثل ازاي. نلعب مصطفى عصام بيطلع من التراب لدوجا مصطفى عصام في سكرين لمصطفى عصام بيطلع فاضي لكن ما يجيبهاش. عمرو الجندي دخل لعمر طارق لمود الجرحي
بقى لنا اربع خمس اجمال كده الفريقين متوترين في الاتاك في الهجوم. الجندي بيحاول يلعب بمصطفى عصام، بيحاول يدخلها لعمر طارق لكن ما توصلش. بيبو اسماعيل، اسماعيل مؤمن دوجا، مصطفى عصام فاضي، سياره بس بتخبط تخش. حظك حلو يا مصطفى. ثلاثيه النادي الاتحاد السكندري 47 38 ست دقايق نهايه الرابع الثالث. الجرحي ابا مين، ابا مين، ابو النصر ما بتجيش، لمها عمر طارق لكن هو بيلمها. يوسف شوشه ارتبك خطا ضده، فاول على يوسف شوشه اوت سايد، ده فاول اول على يوسف شوشه اللي خرج ونزل مكانه مارفل هاريس. خمس دقائق 47 ثانيه على نهايه الربع الثالث 47 38 لصالح الاتحاد السكندري. الجرحي، الجرحي ابا مين، عمر عمرو الجندي بيخش، عمرو الجندي وبيقف ويشوط ما جيبهاش، لمها تاني ابا مين ثلاثيه. سياره اسماعيل، مصطفى عصام، مارفل هاريس بيحاول يحط دنك ما يجيبهاش، لمها مود الجرحي، عمرو الجندي شكلها ابا مين اتصاب في خلل في صباعه او حاجه زي كده، اعتقد في خلل في الصباع، مش عارف انا كميه الاصابات اللي بتيجي للنادي الاهلي ديت، واللعيبه المؤثره معانا هي اللي دايما تجيلها الاصابات. يعني ده اول ماتش لايهاب امين من حوالي شهر ونص، فاول ماتش اعتقد الاصابه دي هتبعده تاني، اعتقد في توتر في الملعب للاصابه، شكل فعلا في خلع في مفصل الصباع او حاجه زي كده. اسماعيل احمد كابتن مصر كلها بيطمن عليه، طبعا لازم يغير وهينزل مكانه احمد مهيب. الف سلامه يا ايهاب، الف سلامه يا بوب. مود الجرحي عمر طارق، لسه السكور زي ما هو 47 38 للاتحاد السكندري، فرق 9 نقاط وده الفريق اللي خرج بيه من الشوط الاول. الجندي ابو النصر، الجندي ثلاثيه من الجندي مع صفاره النهايه بيسجلها، تصبح النتيجه 47 41 مع صفاره نهايه الهجمه كده بيسجل عمرو الجندي. خمس دقائق نهايه الشوط الثالث. مصطفى عصام، اسماعيل احمد، يا واد يا اسماعيل، يا سلام يا اسماعيل يا فنان، عمل تمويه خدع كل اللي موجودين في الصاله، مش خدع عمر طارق بس. مود الجرحي، عمر طارق، الجندي، ابو النصر، عمر طارق، لكن اسماعيل بيروح كده بياخدها واديها لشوشه. شوشه الحكم بيحتسب خطا سلوك غير رياضي على مهيب اللي بيروح بسرعه بيعتذر ليوسف شوشه، زمايل واخوات مهما تكون المنافسه بالاهلي والاتحاد السكندري، الروح بتبقى دايما جامده جدا او عاليه جدا بين اللاعبين والمدربين. رميتين وحيازه لصالح نادي الاتحاد السكندري. الخطا الشخص الثاني على احمد مهيب. يوسف شوشه طبعا ديت غير اللي حصلت مع ايهاب امين، ايهاب امين كان بيبو طالع يعمل بلوك لكن هنا مهيب جاب ايدين يوسف شوشه ما لعبش على الكوره. بيسجل رامي الحره الاولى يوسف شوشه. يوسف نجم سبورتنج وابن سبورتنج، ابوه وائل شوشه كان لعيب في جيلنا في نادي سبورتنج، واخته انا شوشه كانت لعيبه في نادي سبورتنج، وهو انتقل لنادي الاتحاد السكندري
من موسمين كده. وادي علي محمد خخل وخرج احمد بيبو شوشه. عايز افكر حضراتكم ان النادي الاهلي متاثر جدا جدا بايقاف اليكس يانج المكنه التهديفيه للنادي الاهلي محترف النادي الاهلي. يعني عايز اقول لكم النادي الاهلي بيلعب من غير 30 بونت بيحطوا اللعيب ده كل مره. مهيب الجرحي ثلاثيه وحشه ما بتجيش. مستعجل ليه يا عم؟ لكن لحسن حظه شوشه بيرتكب خطا ضده وبيشوط. ثلاث رميات حره لعمرو الجندي. فاضل اربع دقائق وثلاث ثواني. فرق 10 نقاط للاتحاد السكندري 51-41. الجندي بيراجع سجل الاولى. عمرو الجندي ويسجل الثانية. عمرو الجندي ما بيجيبش الثالثة. 51-43. يوسف شوشة. مصطفى عصام. علي محمد ثلاثية من علي ما بيجيبهاش. لمها الجندي. الجندي للجرحي. للجندي تاني بيقف ويشوط. ثلاثية بيسجل عمرو الجندي برافع عم. يقلص الفارق لخمس نقاط. ثلاث دقايق ونص على نهاية الربع الثالث. مارفل هارس. علي محمد. اسماعيل احمد. شوشة. شوشة. بيقف وبيقوش وشوش ثلاثية تخش وتخرج. لكن علي محمد يلم ريباوند بس حلوة قوي قوي قوي. لعبة حلوة قوي 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 من علي محمد لشوشة اللي بيحط دانك. احنا بنقول على اللعبة الحلوة حلوة يا جماعة. مود الجرحي. الجندي. 53-46. مهيب حلو برضه لعمر طارق. وهو طالع. مارفل هاريس بيرتكب خطا ضده. لمتين حرتين. وده الخطا الثالث على مارفل هاريس. بسرعه تغييرين في نادي الاتحاد السكندري. طالع السمعه ونازل رامي ابراهيم. وطالع مارفل هاريس ونازل ميدو. وعمر طارق على الرميات الحره. رميتين حرتين لعمر طارق. عمر بيسجل رمي الحرة الأولى. عمر طارق والرمي الحرة الثانية. بيسجلها وبيتغير. سيف سمير بينزل مكان عمر طارق. 53-48 لصالح نادي الاتحاد السكندري. وبقى من الزمن دقيقتين و45 ثانية على نهاية الربع الثالث. رامي إبراهيم. شوشة. شوشة. لرامي. مصطفى عصام. خطأ على سيف سمير. يحتسب احمد الجزار. فاول صانع الاتحاد السكندري. رامي ابراهيم. شوشة. محمد ميدو طه. محمد طه ميدو. علي محمد. وادي خطا كمان على مودي ملوش اي لازمه. كان فاضل اربع ثواني بس يا مودي. تغيير خارج ابو النصر وداخل حاتم البحيري. شوشه. ثلاثيه من شوشه. هارد لاك يا شوشه. بتخش وتخرج. الجرحي. البحيري. الجرحي. وادي مهيب. برافو يا مهيب. بيخش داخله فيها رشاقه كده. بيحصل على خطا من مصطفى عصام. يستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لاحمد مهيب.
الخطا الثالث على مصطفى عصام. بسرعه مرعي بيسحبه وبينزل دوجا. احمد مهيب 200. مهيب بيسجل رمى الحره الاولى. مهيب والرمى الحره الثانيه. عبد الله ما بيجيبهاش. الحكم بيقول عيدها تاني لان اللعيبه دخلت قبل ما توصل الكوره. بتتعاد لان اللعيب دخل قبل ما الكوره تطلع من ايديه. مهيب بيسجل الثانيه وده الفارق لثلاث نقاط. 53-50 وباقي دقيقتين على نهايه الربع الثالث. شوشه علي. علي بيحاول يلعب بسيف سمير. طلع المؤمن دوجا. دوجا بيخترق. بحيري بيحاول يعمل لها ديفليكشن او قطعت. 4 ثواني على نهايه الهجمه. اوت سايد لصالح الاتحاد السكندري. طه طه بيقف وبيشوط اي حاجه اللي معاه سمير. عمرو الجندي. حماس في الملعب دلوقتي من جمهور الاهلي. عمرو الجندي الجرحي. الجرحي ثلاثيه الجرحي بيعادل بيها الارقام. برافو يا مودي. 53-53 النادي الاهلي معوض 9 نقاط في الربع دوت. شوشه دوجا. طه بيخترق. حضر ماشي بالكوره. دفاع جيد من النادي الاهلي المره دي. في دفاع جيد دلوقتي من النادي الاهلي بيدافع بطريقه جيده. تغيير نازل مارفل العرس وطالع. طه دقيقه 8 ثواني والنتيجه 53-53. لو دافعنا كويس في الباسكت الدفاع كويس بيؤدي للنجاح. بحيري حاتم البحيري. حاتم البحيري خطا على يوسف شوشه ضد عمرو الجندي. رميتين حرتين لعمرو الجندي لان نادي الاتحاد السكندري والنادي الاهلي ارتكبوا اكتر من 4 اخطاء شخصيه. وده الفاول الثالث على يوسف شوشه. الجندي بيسجل وبيتقدم النادي الاهلي لاول مره في الكوارتر دوت. 54-53 الجندي بيسجل رمى الحره الثانيه. برافو يا عم. 55-53 عمرو الجندي. 13 نقطه لغايه دلوقتي. برافو عمرو اعلى المسجلين في المباراه. مارفل هاريس. دوجا دوجا رامي ابراهيم ثلاثيه والسيارة يرماها عمرو الجندي. 40 ثانية على نهاية الربع الثالث. عمرو الجندي اوت سايد لصالح النادي الاهلي. الحكام مش شايفين في ضرب دلوقتي بعيد عن الكورة. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 55-53 الحكم بيطلب من عامل الملعب ان هو ينشف الميه من على الارض. النادي الاهلي بيحاول تاخره من 9 نقاط لتقدم بنقطتين خلال الربع ده. اوتسايد للنادي الاهلي. سيف سمير. حاتم البحيري. سيف سمير حلوه اللعبه دي. برافو حلوه اللعبه دي قوي. تكتيك هايل من الكابتن اشرف يوصله بتاعت الباسكت بسهوله وتقدم النادي الاهلي 4 نقاط. 18 ثانيه على نهايه الربع الثالث. وادي دوجا ثلاثيه. بحيري 13 ثانيه على نهايه الربع الثالث.
بتقطع منا ميدو. فؤاد ابراهيم بيصفر فاول لمحمد مصطفى ميدو ضد الجرحي. تاني رميتين يا كابتن. حسبها اوتسايد ما حسبهاش فاول. حسبها اوتسايد مش فاول كابتن وائل. 4 ثواني على نهايه الربع الثالث. هارس هارس ثلاثيه من هارس ما بتجيش وبينتهي الربع الثالث بتقدم النادي الاهلي 57 53. يعني النادي الاهلي حط 24 نقطه ونادي الاتحاد السكندري حاطط 11 نقطه. راحه دقيقه ونرجع لكم مره. اعزائي مشاهدات ومشاهدي النادي الاهلي قناه النادي الاهلي مره ثانيه والربع الرابع من مباراه كره السله بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. الربع الثالث النادي الاهلي قدم مباراه عظيمه قدر يعوض فارق ال9 نقاط اللي خلص بيها الشوط الاولاني وتقدم فارق 4 نقاط. ودلوقتي النتيجه 57-55 لصالح النادي الاهلي. بدايه بتهاون كده برضه من النادي الاهلي غريب. خطين ورا بعض. ترجع كوره لنادي الاتحاد السكندري. مباراه قمه. وانا قلت لكم الاول ان دي مباراه قمه لان الفريقين دول لعبوا كل النهائيات اللي في السنه اللي فاتت والسنه دي. 5 نهائيات 4 نهائيات السنه اللي فاتت و3 نهائيات السنه دي او نهائيين. فلازم هتبقى مباراه قوه بالرغم من الغيابات المؤثره وخصوصا في فريق النادي الاهلي. بيبو دوجا يخش ويحطها لبيبو. نفس الغلطه اللي بتحصل. سيف بيروح يعمل هيلب مفيش حد بيعمل دروب عشان يغطي على سيف. التعادل 57-57. الجندي من بعيد قوي يا جندي. ثلاثيه بتلف وتخرج. الحمد لله انا شايف ايهاب امين هينزل اهوت. الحمد لله. الف سلامه يا ايهاب. دوجا مارفل ميدو بيبو ثلاثيه من بيبو ما بيجيبهاش مع عمرو الجندي اللي عامل مباراه رائعه. الجندي مودي الجرحي لعمرو الجندي. الجرحي مهيب. يلا مهيب واحده من بتوعك. ايوه مهيب اللاعب الموهوب احمد مهيب من الحته اللي بيحب يشوط منها. ثلاثيه 60-57 لصالح الاهلي. بيبو دوجا ميدو ثلاثيه من ميدو ما تجيش لمال بحيري. مهيب برافو يا ولد برافو يا ولد. ولد ممتاز بتشوط بيلاقي بيهوش ويخش بيلاقي هوش ودخل وحصل على الخطا برميتين حرتين من احمد عبد الوهاب بيبو. الخطا الشخص الثاني. وادي ايهاب امين بيرجع وبيخرج مودي الجرحي. احمد مهيب الموهوب رميتين حرتين. تغيير تاني في الاتحاد السكندري. هيخرج رامي ابراهيم وينزل هيثم كمال. مهيب رميتين حرتين. سياره واضح انها سياره وهي طالعه. زوية شويه ده بقول عليك لعيب موهوب وفعلا انت موهوب. احمد مهيب من احدى الصفقات اللي وفرها مجلس الاداره للنادي الاهلي. ضيع الاثنين مع الاسف. النتيجه لسه 60-57 صح النادي الاهلي. هيثم كمال طه عصام مارفل هاريس وهو داخل بيعوق احمد مهيب خطا في الدريبل يبقى ما فيش شوتنج. طلع على احمد مهيب الخطا الثالث على احمد مهيب. 7 دقايق ونص على نهايه المباراه.
مارفل هاريس، ميدو، مصطفى عصام، ميدو اللي بيلعب زون ديفنس دلوقتي، ميدو بيخترق وبيقف في الهواء وبيطلع عبد الله كبير بياخدها مرتين ثلاثة. برافو يا ولد، برافو يا ولد، بيحاول على كل كرة مرتين وثلاثة لغاية ما بيجيبها. أحمد أبو أبو يقلص الفارق ل 60 69 50. إيهاب أمين، إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمرو الجندي بيخش، خدها سمير ما بيلمهاش، سمير، مصطفى عصام، هيثم كمال. زي ما في مشجعين من النادي الاهلي في مشجعين من الاتحاد السكندري والدنيا ماشيه كويس. مارفل هاريس، هاريس بيخترق ويخش، بيلمها احمد مهيب، احمد مهيب، الجندي، مهيب، ثلاثيه من مهيب ما بتجيش، يلمها الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري افضل بكتير في الريباوند او في المتابعات بتاعت السله فوق السله وبتاعت السله هنا وهنا. تغييرين مره واحده كابتن اشرف، هيخرج مهيب ويخرج سيف سمير. ست دقايق و18 ثانيه على نهايه المباراه، فرق نقطه لصالح النادي الاهلي. وادي السمعه نازل وخارج بيبو وبيحصل تعديل في المنات كده. مصطفى، هيثم كمال، سمعه، مصطفى عصام، ميدو، سمعه بياخد عمر الجندي تحت بيلعب بيه وبيلعب بكل بخبرات كلها وبيتقدم. الاتحاد السكندري 61 60 في دفاع غيابات للدفاع الجيد اللي عملناه في كشكوار الربع الثالث. ايهاب امين، ايهاب امين، الكرة تقطع لكن ترجع تاني ايهاب امين، بحيري، ابو النصر، ارض لك ابو النصر، تلف وتخرج. الحكم بيحتسب خطا على ايهاب امين وقال ابراهيم، خطا الشخص الثالث على ايهاب امين. 61 للاتحاد 60 الاهلي، يعني نادي الاتحاد متقدم خمس نقاط في الربع دوت. الاهلي كان الربع الثالث متقدمه اربع نقاط، الاتحاد دلوقتي متقدم فرق خمس نقاط في الربع دوت، لكن في التوتال نادي الاتحاد السكندري بيتقدم بنقطة واحدة. اسماعيل احمد، مصطفى عصام، مارفل هاريس، مارفل بيخترق وبيخش لكن حتى بحالي بياخدها منه. ثلاث ثواني على الهجمة، ثلاث ثواني على الهجمة بتاعت نادي الاتحاد السكندري. شوشه بيشوط ما بيجيبهاش وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي بقاله دقيقتين ثلاثه ما سجلش. بحيري، بحيري، ابو النصر بيلحقها قبل ما تطلع اوت سايد كده لعمر الجندي، غير اتجاهاته. يا سلام بيحطها حلوه قوي لحاتم بحيري، باصه رائعه واسست رائع من عمرو الجندي، شافه كده بقفاه واداها له. يتقدم النادي الاهلي 62 61 مباراه ممتعه. النادي الاهلي رجع زون ديفنس او دفاع منطقه، تتقطع ايهاب امين، حاتم البحيري، ايهاب امين، ويتقدم النادي الاهلي 64 61. وادي دفاع منطقه تاني بيعملوا الكابتن اشرف توفيق، صفا عصام، شوشه، سمعه، هارس، ثلاثيه من هارس ما تجيش، عمر طارق يلمها تخبط في رجل مصطفى عصام وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اربع دقائق على نهايه المباراه،
64 61 للنادي الاهلي. الحكم بيطلب عامل الملعب علشان ينشف الارض. اربع دقائق على نهايه المباراه، مباراه جميله انا مستمتع بيها، يا رب انتوا كمان تكونوا مستمتعين بيها. نديه وتكافؤ، تبادل التقدم للفريقين، وهي لعبه سله كده مفيش حد بيستسلم. ده بيطلع 6 7 بونت، تاني يجيبه يطلع عليه 6 7 بونت. فريقين كبار، ما تعرفش مين اللي هيكسب غير مع نهايه المباراه. حاتم البحيري لعمرو الجندي، لحاتم البحيري في دفاع ضاغط، لحاتم البحيري لابو النصر، ابو النصر خدنا وقت طويل قوي. اوه تواصل غير جيد بين اللعيبه، توصل لاسماعيل وخطا من ابراهيم عبد النصر ضد اسماعيل، رمتين حرتين. يلا ابو النصر معلش هارد لك، عمل باصه وحشه ما كانش فيه قرايه بينه وبين عمرو الجندي. خلاص مفيش مشكله نطلع منها، رمتين حرتين. اسماعيل الاسطوره اسماعيل احمد، بيسجل رمي الحره الاولى. السمعه ورمي الحره الثانيه، السمعه بيضيع رمي الحره الثانيه. بحيري اللي مع عمر طارق، البحيري لابا امين، ابا امين بيوصلوا له الملعب، عايز يلعب عمر طارق. ابا امين لازم ننزله عمر طارق بدري شويه يا جماعه. تاني باصه وحشه لابراهيم ابو النصر، شوشه بيرتكب خطا ضده. حاتم البحيري للاسف ده الخطا الخامس على حاتم على النادي الاهلي، رميتين حرتين لشوشه. تغيير تلعب النصر ونزل مهيب. 64 62 23 ساعه نهايه المباراه. شوشة بيسجل رامي الحرة الأولى. رفع يوسف الرامي الحرة الثانية يوسف شوشة، تتعادل الأرقام 64 64 ثلاث دقايق على نهاية و20 ثانية على نهاية المباراة. بحيري الجندي طارق ابا مين، كرة تتلخبط رجليه كده اهوت، ترجع تاني لشوشه، خطا ليوسف شوشه. وائل ابراهيم بيعتبره خطا سلوك الرياضي. بيقولوا لي انت ما صفرتهاش هنا، بتصفرها مرتين هنا، بس رأي الحق يا جماعه هي خطا سوق الرياض، لان هو ما لعبش على الكوره، هو مسك ايديه وكان في انفراد على الباسكت ودوت القانون، وقال ابراهيم بيطبق القانون. رميتين وحيازه لصالح نادي الاتحاد السكندري. أعمل نويب خمسة فاول، خرج شوشة الخطأ الغير رياضي، خطأ السور غير رياضي، بيسجل شوشة الرمية الحرة الأولى. الرمية الحرة الثانية
بيسجلها زوشا. 66 الاتحاد، 64 الاهلي. ثلاث دقايق نهايه المباراه. الكابتن اشرف توفيق عنده دقيقه لازم ياخد فيها تايم اوت، لو ما خدوش هيروح عليه. هنشوف هيختار هياخد تايم اوت ولا لا. يعني ايه الكلام ده يا كابتن سعيد؟ كل فرقه ادي نشوف. بس هيثم كمان اشوف بثلاثه ما بيجيبهاش. مين اللي هيلمها؟ اللي عمر طارق، ابو النصر، ابو النصر للجندي. كل فرقه في الشوط الثاني ليها ثلاثه تايم اوت، لو ما خدتش واحد من ثلاثه قبل اخر دقيقتين بيروح عليك. البحيري، الجندي بيكتسب خطا لكن في الباص ما فيهاش شوتنج اوت سايد. انا تعرف ما خدش تايم اوت كابتن اشرف توفيق. بعد سلامسيه من عمرو الجندي، برافو عمرو الجندي. 67 الاهلي، 66 الاتحاد، دقيقتين و20 ثانيه. اسماعيل احمد، شوشه نجم المباراه من الاتحاد السكندري، طلعها على هيثم كمال. للسمعه فاضي، بيهوش لاسماعيل، لهيثم، لشوشه نجم المباراه. زي ما بقول لكم شوشه عامل مباراه عمره النهارده، بيسجل ثلاثيه يرجع التقدم للاتحاد. 67 69، 69 67. ودياب امين بيخش لكن ما مسجلش، ما بيحسبش فاول. وادي شوشه تاني بيسجل. شوشه 19 نقطه، 72 67. اشرف توفيق، كابتن اشرف توفيق بيطلب التايم اوت الاول بتاعه. وفاضل دقيقه 38 ثانيه، نسمع هيقول وقف المدربين ونرجع لكم تاني. مرة تانية أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، وآخر دقيقة و 38 ثانية من مباراة كرة السلة، المباراة القمة بين الاتحاد والأهلي. 72 الاتحاد، 67 الأهلي، خمس نقاط فارق. كابتن أشرف توفيق اختار إنه يلعب المنطقة الأمامية، يبقى كده الهجمة بتاعته 14 ثانية فقط. عايز يلعب بسرعه عشان يحاول يعوض الفارق دوت. دقيقه 38 ثانيه، خمس نقاط مش كتير، بس المهم التركيز في الهجمه دي. الجندي، الجندي، ايهاب امين للجندي، الجندي. خمس ثواني على نهايه الهجمه، ثلاثيه سياره، مفيش ريباوند. 24 ثانية فعلا انتهت ل 14 ثانية، والكورة لصالح نادي الاتحاد السكندري.
في كوريكشن او تصحيح كده، هنشوف في تصحيح ايه. كابتن اشرف بيقول ان الكوره خبطت وكان فاضل ثانيه على الهجمه. ربنا يكون في عون المدربين، لكن انا وجهه نظري قرار الحكم صح، لان 24 ثانيه خلفت ال 24 ثانيه، 14 ثانيه دي 24 ثانيه. خمس نقاط لصالح الاتحاد السكندري. اسماعيل تطلع منك نجيبها كمان، يقطعها ابو امين ايهاب امين بحيري. مهم اول هجمه دي يا جماعه. يا الباص، باصه ضعيفه جدا جدا تتقطع. دي على نهايه المباراه. مارفل هاريس، مارفل هاريس، مارفل هاريس، هيثم كمال، مصطفى عصام طبعا هياخدوا الهجمه الاخيره، ياخدها منه البحيري. ايهاب امين، ايهاب امين ياخد خطا. من مارفل هاريس. جهاز النادي الاهلي بيطالب برضه خطا سلوك رياضي، سلوك غير رياضي. وادي وائل ابراهيم بيعمل برضه تصحيح للحكم، بيقول له لا هو بيحاول يعمل بلوك. وائل ابراهيم بيستفهم الحكم الاول، هو اللي هياخد القرار. خلاص بيقول له انت عندك حق. خطأ عادي، الحكام حسب انه خطأ عادي مش خطأ سلوك غير رياضي. كله بيرجع لتقدير الحكم. 41 ثانية على نهاية المباراة. 72-67 لصالح الاتحاد. رميتين حرتين لإيهاب أمين. إيهاب أمين بيضيع رمية الحرة الأولى. إيهاب راجع من فترة إصابة طويلة واتصف الشوط الأولاني، لكن كان بيقدم روح عالية في الشوط الأولاني. بيسجل الثانية. أربع نقاط فارق، وأحمد مرعي بيطلب تايم أوت ليه، وفاضل 41 ثانية و6 من عشرة. أسيبكم تسمعوا المدربين بيقولوا إيه ونرجع مع آخر 41 ثانية. السيدات والسادة مشاهدي قناة النادي الأهلي، مرة تانية وآخر 41 ثانية من مباراة الاتحاد والأهلي في الدور الأول للمرحلة الترتيبية الجولة السابعة من الدوري السوبر. 41 ثانية على نهاية المباراة، والاتحاد متقدم 72-68، والكرة مع الاتحاد السكندري. طلب إنه ياخدها من تحت الباسكت بتاعه عشان ياخد 24 ثانية. الدفاع الجيد هو اللي بيؤدي لتطور الاداء الهجومي. النادي الاهلي دفع بصوره جيده جدا في الربع الثالث، قدر يعوض 11 نقطه ويطلع 9 نقاط ويطلع 4 نقاط فارق، يعني عوض 13 نقطه بالدفاع الجيد. الاتحاد السكندري رجع عمل دفاع جيد، والنادي الاهلي حلوله الهجوميه كانت ضعيفه، في نفس الوقت ما دفعش بشكل مناسب في الكوارتر الرابع، عشان كده النادي الاتحاد تقدم. مارفل هاريس، مصطفى عصام، هيثم كمال، مصطفى عصام، ما
مارفل هاريس 30 ثانية على نهاية المباراة. مارفل هاريس بيرتكب خطأ ضد ابراهيم ابراهيم محمد ابو النصر وهو داخل. شوتين لمارفل هاريس 26 ثانية على نهاية المباراة. عمر طارق كابتن اشرف توفيق خرجه في الدفاع اللي فات عشان يلعب ضاغط فبينزله دلوقتي عشان ريباوند عشان هجوم. افكار المدربين مارفل هاريس نقطتين. مارفل ما بيسجلش بيخلي لسه الجيم في الملعب. رمي الحره الثانيه لمارفل هاريس 72 68 26 ثانية على نهاية المباراة. مارفل هاريس ما بيسجلش الثانية بس فين الريباوند؟ لسه المباراة في الملعب بس المهم يجيب باسكت. أبو النصر أبو النصر الجرحي اتأخرت أول هجمة يا جماعة اتأخرت أول هجمة يا جماعة. الجندي ثلاثية من الجندي ما بتجيش يلمها مودي الجرحي 9 ثواني ثلاثية من مودي ويسجل مودي الجرحي. تصبح النتيجة 72 71 وفاضل 7 ثواني 72 71 71 71 من 70. فعلا الحكام بيقولوا لهم لا بثلاث نقاط. 72 71 وفاضل 7 ثواني هتتحط النقطة بعد ما السكور يبتدي 72 71 مش 70 7 ثواني نهاية الهجمة. مانع طلب تايم اوت علشان يستهلك السبع ثواني اللي فاضيين دول النادي الاهلي. هنشوف الكابتن اشرف توفيق هيعمل فاول جيم علشان ياخد الهجمه تاني وعنده خمس ثواني مثلا. هنشوف المدربين بيتكلموا واللعيبه اللي بتنفذ وربنا اللي بيوفق. مباراه ممتعه ودايما مباراه الاهلي والاتحاد بتبقى كده. مباراه السوبر النادي الاهلي خسر فارق نقطة وكان في رميتين حرتين بعد نهاية المباراة للاعيبي النادي الاهلي لم ينجحوا في تسجيلهم وخسر. التوفيق مهم جدا. التوفيق التوفيق. وادي اشرف توفيق طبعا صح اللي بيعمله ده بيلعب بلعيبة صغيرين كلهم خمس لعيبة صغيرين عشان يلعب ضغط سواء ماري خد من تحت الباسكت بتاعه او خد من الباسكت الثاني. ماري طول شويه والحكام سايبينه المفروض ان هو يروح الحكم يقول له خلاص. سبع ثواني واثنين من عشرة ونقطة لصالح نادي الاتحاد السكندري. هنشوف اللي هيحصل في السبع ثواني دول. لعبة المتعة والإثارة لعبة كرة السلة اللي ما تعرفش أبدا مين هيكسب لغاية السنة الأخيرة والصفارة النهاية. إسماعيل أحمد اللي هيطلع الكورة مودي ما قطعهاش. فاول ثلاث ثواني ثلاث ثواني. طبعا مودي بكل روح رياضيه هو بيحاول يعمل فاول لكن خبط دوجا في بطنه بيعتذر له وبيقومه. رميتين حرتين لدوجا. ما اعتقدش اشرف توفيق عنده تايم اوت ثاني لانه خلاص ثلاث ثواني على نهايه المباراه و72 71 ودوجا مش قادر يكمل فلازم هيحصل تاخير بدل الدكتور نزل. ميدو ميدو محمد محمد طه ميدو هو اللي هينزل وهيشوط.
72 71 وشوطين لنادي الاتحاد السكندري. لمتين حرتين لصالح نادي الاتحاد السكندري. يعني لو ميدو حط النقطتين دول بنسبه كبيره خلاص المباراه تبقى لصالح نادي الاتحاد السكندري، وخصوصا ان النادي الاهلي ما عندوش تايم اوت. ممكن جدا مرعي يقول له حط الاولانيه وما تحطش الثانيه على اساس تستهلك الثلاث ثواني في الريباوند والدربلايه الاولانيه. الف سلامه يا دوجا، الف سلامه يا مؤمن، مؤمن دوجا. واللي واقف فوق دماغه هو مودي الجرح اللي خبطه. مودي طبعا شخصيه اخلاقها عاليه جدا وكل الناس بتحبه، وهو كابتن النادي الاهلي. وهو طبعا مع الحماس المفروض يعمل في اول جيم كده، بس خبط خبطه زياده كده لدوجا. الف سلامه يا مؤمن. الف سلامه. لو لا قدر الله انتهت المباراه باقصاد النادي الاهلي هيبقى النادي الاهلي في المركز السادس. زين وخمس هزايم في الدور الاول، ان شاء الله قادرين على التعويض في الدور الثاني ان شاء الله وتحسين الترتيب. نادي الاتحاد السكندري يبقى في المركز الثالث زي ما هو. النهارده نادي الزمالك فاز على نادي الجزيره، اتساوى كل فرقه كسبت ست مباريات وتهزمت مباراه، لكن الزمالك بيتقدم لان هو كسب في المواجهات المباشره. فالترتيب الاول الزمالك، الثاني الجزيره، الثالث الاتحاد السكندري، والنادي الاهلي لو انتهت المباراه بهذه النتيجه هيبقى في المركز السادس. رميتين لمحمد طه ميدو، 72 71، 3 ثواني و4 من 10 على نهايه المباراه. ميدو طه ميدو بيسجل نعمل الحره الاولى. رامي الحرة الثانية. ميدو بيسجلها. أنا أعتقد إن أوكي تايم أوت للكابتن أشرف توفيق. نسمع نقول كابتن أشرف توفيق هيقول إيه في التايم أوت ده. عودة مرة تانية واخد ثلاث ثواني ثلاث ثواني واربعة من عشرة من الثانية. تايم اوت النادي الاهلي والفرق ثلاث نقاط للاتحاد السكندري. يا ترى هيقدر النادي الاهلي واشرف توفيق يعمل تكتيك ان هو يطلع حد فاضي وياخد ثلاثية ويعمل اكسترا تايم او وقت اضافي، ولا ينجح نادي الاتحاد السكندري في ان هو يدافع بصورة جيدة ويحصل على المباراة. سيناريوهات كتير قوي ممكن تحصل، يعني مثلا مرعي ممكن يعمل فاول. هو عنده فاول تجيب، يعني ايه فاول تجيب؟ لسه ما عملش اربعه فاول نادي مرعي، ثلاثه بس. فممكن اول ما الكره تخش بعد ثانيه يعمل فاول، هيضيع ثانيه كمان بعد التكتيك دوت. دي اسمها فاول تجيب للمدربين بيستعملوها. النادي الاهلي الاتحاد السكندري عامل ثلاثه فاول بس، فاي فاول يعمله مش هيشوط. فده ممكن سيناريو يعمله احمد مرعي، ان اول ما الكره تخش يعمل فاول. اما نشوف ايه اللي هيحصل، واحمد مرعي هيعمل ايه، واشرف توفيق هيعمل ايه، وفي الاول وفي الاخر اللعيبه هتعمل ايه، وفي الاخر الله غالب هو اللي بيوفق. ثلاث ثواني واربعه من عشره. 74 للاتحاد السكندري، 71 الاهلي. مودي الجرح على الاوت.
محمود الجارحي. مفيش ناس فضيت. بيخش شوط عمودي. وعبد الاكمل الجيش. وتنتهي المباراه بفوز الاتحاد السكندري 74 الاهلي 71. مباراه ممتعه وشيقه. النادي الاهلي قدم مباراه جيده بدون محترفه الخطير اليكس يانج. هارد لك النادي الاهلي والف مبروك للاتحاد السكندري. والى ان نلتقي في المباريات القادمه لكم مني اجمل المنى ورقه تحياتي. معكم كان سيد صابر معلقكم الرياضي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.